مرحبا. واضح. انا اسمي اشرف محمود، عامل مبادره لتوصيل المرضى مجانا لجميع المستشفيات مجانا. ابتديت المبادرة كانت والدتي الله يرحمها ويسامحها من فترة، كانت تقول يعني لما تيجي توصل الناس بالتاكس وصلهم مجانا، الناس المرضى والناس الكبيرة. بحس بسعادة لما بوصل أي مريض، بحس إن أنا بعمل عمل إنساني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجازينا عليه خير. كان لي 3 أشخاص، راجل مريض وابنه الاثنين. كان الراجل ده رايح مكان وما كانش معاهم فلوس، فوصلتهم لحد باب البيت، واحنا هناك وصلنا لقينا الراجل توفى. والله ده من المواقف الصعبه اللي اثرت فيا. بتمنى سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا بالمال، ان انا اقدر اجيب علاج واوسع المبادره اكبر، ويكون توسعها اكبر من هذه المبادره.